واحد من المشهورين ذل الناس ذل بالفلوس. شوفوا شوفوا شوفوا، حط تذاكر سفر وحط فلوس، دفنها في البر، دفن في البر في أي مكان ما يدرون. طبعا هو يقول إنه دفنها، فما تدري، يمكن حط 20-30-100 دينار 1000 دينار، ما يهم، حتى لو أنا حط مبلغ كامل، لكن إني أذل العالم وأخليهم في هالقواية يمشون ويدورونها شو؟ يعني أي استخفاف بالشعب؟ وشنو أنتوا يا مرضى العقول اللي جايين عز القواية اللي تدورون في شو؟ الله يرفع عنهم لا يبقى. عبودك حط جوايز وناشرها. أنا والله إني ارتحت، وقفت رجع قلت يا وش السالفة؟ قال عبودك حط فلوس وحط 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 ومسوي. شوفون الناس هناك، ترى هو دافنها في البر كذا، وتعالوا دوروا بكيفكم. شوف 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 الشان، شوف الشان، شوف الشان، شوف الشان. لعبوا في البر لعب، لعبوا في عند الشالحات لعب، التشف وداس على الشجر على النبت وعلى على شنو؟ على مسابقتك يا شقول. اللهم اني صائم.